لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العربية والدولية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في موقع الهيئة نت، صحيفة أمريكية: غضب العراقيين إزاء الفساد الحكومي يصل درجة الغليان. في صحيفة العرب اللندنية: العراقيون يتمسكون بانتفاضتهم على الطبقة السياسية. في موقع كتابات: المتظاهرون يفرضون كلمتهم بتسعة مطالب رئيسية، على رأسها إسقاط النظام ومحاسبة القتلة. في صحيفة البصائر: المئات من الجالية العراقية يجددون تظاهراتهم في ألمانيا وبريطانيا وهولندا. في موقع عربي 21: تظاهرات العراق تتواصل لليوم الرابع وارتفاع حصيلة القتلى. في القدس العربي: تواصل الاحتجاجات في العراق لليوم الخامس، وأكثر من 100 قتيل وأربعة آلاف جريح. وفي صحيفة العربي الجديد: قتلى وجرحى في بغداد بإطلاق الأمن العراقي النار على المتظاهرين. السلام عليكم. تواصل الانتفاضة العراقية العملاقة كفاحها السلمي من أجل نيل حقوق العراقيين المشروعة، وكلما ازداد حجم استخدام القوة وحملات التشويه والتشكيك ازدادت قوة الانتفاضة وفاعليتها والتحاق الناس بها أفواجا أفواجا وفي معظم المدن العراقية. عن انتفاضة تشرين كتب عون القلمشي في صحيفة العربي الجديد: لقد تميزت هذه الانتفاضة عن سابقاتها في أمور كبرى عديدة، فهي أعلنت عن نفسها وعن يوم انطلاقتها وحددت أماكنها ونوع شعاراتها الخدمية منها والسياسية قبل أكثر من شهر عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهي قد بدأت قوية وانتشر لهيبها بسرعة البرق إلى المحافظات الأخرى وخصوصا الجنوبية منها. وإن عماد هذه الانتفاضة هو في الغالب من الشباب، ناهيك بمشاركة النساء فيها لأول مرة، حيث لعبنا دورا كبيرا في مساعدة أبناء الانتفاضة، وكذلك حسن التنظيم ودقة الأداء. كما أن الانتفاضة ولدت حالة من الرعب لأعداء العراق في الداخل والخارج، فقد وجدت الحكومة وميليشياتها المسلحة فيها بداية جدية لإسقاطهم دفعة واحدة. أما أمريكا العدو المحتل الأول، فإنه وجد في هذه الانتفاضة العملاقة رداً صريحاً وواضحاً على رفض العراقيين الاستسلام للأمر الواقع المرير، مع إصرارهم على القتال المستمر بكل الوسائل لانتزاع آخر حق من حقوق العراق وأهله، في حين كان الأكثر خيبة بين الخائبين إيران، التي ظنت أنها روضت الشعب العراقي باتجاه تأييدها والركض وراء مخططاتها، حيث حرق المتظاهرون علمها ورفعوا شعارهم المعروف: إيران برة برة وبغداد تبقى حرة. في المقابل، سارت هذه الانتفاضة في ظل قيادة أو لجان تنسيقية ذات خبرة ومهارة عالية وعدم انتمائها إلى أي جهة سياسية، حيث كان شعارها العراق ثم العراق ثم العراق، فقد تحصنت تماما ضد أن يركب موجتها أي طرف في العملية السياسية. عن عراق ما قبل تشرين وعراق ما بعده كتب إبراهيم الزبيدي في صحيفة موقع كتابات، وجاء في مقالته: إن أهم ما سقط لنظام الخميني ووريثه علي خامنئي في العراق في الأول من تشرين الأول الحالي وما بعده هو زعمه بأنه إنما قام من أجل رفع المظلومية عن الطائفة الشيعية أينما كانت. ثورة شباب تشرين الأول العراقيين أسقطت القناع الذي وضعه على وجوههم نور المالكي وهادي العامري وقيس الخزعلي وعمار الحكيم وأبو مهدي المهندس ومن لف لفهم، وخدعوا به الطائفة الشيعية العراقية وسرقوا به ثقتها وحكموا بأصواتها باعتبار أنهم مجاهدون من أجل الطائفة،
ومن أجل حماية حقوقها والدفاع عن حرياتها وكرامتها وتحقيق الحياة الحرة الكريمة لأبنائها، وهم كاذبون. فالثورة الشبابية الكاسحة التي لم تبقى مدينة شيعية إلا وهبت لنجدتها وإعانتها حتى تتحقق الأهداف العادلة المشروعة. وفي هذه الأيام السوداء التي حلت على النظام الإيراني في العراق، علينا أن نمعن النظر جيدا في أسباب النكبة التي مني بها جزئيا وسوف يمنى بها كليا دون ريب، لنجد أن أهم أسبابها هو غباؤه وغروره وقصر نظره واعتقاده بأن قهر المواطن العراقي شيعيا كان أو سنيا، وتجويعه وحرمانه من أبسط حقوقه في الحياة، واعتماد سياسة التجهيل ونشر الخرافة والمخدرات لتمزيق وحدته وقتل روح المقاومة فيه، هو السبيل الأسلم لضمان دوام الاحتلال وجعل العراق ولاية إيرانية خالصة وإلى أبد الآبدين. ولعل آخر مظاهر الغباء لدى القادة الإيرانيين العسكريين والمدنيين ليس سماحهم فقط بالبطش بالمنتفضين العراقيين وسفك دمائهم الطاهر الزكي، وإنما بمنع وكلائهم العراقيين من الانحناء للعاصفة والاعتراف بالخطأ والاعتذار للشعب العراقي والإسراع في تحقيق المطالب الشعبية المشروعة العاجلة لوقف شلال الدم ومنع الثورة من الاتساع والامتداد. ضاعفت المرجعية الدينية في النجف من الضغوط على رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي حين حملت حكومته المسؤولية عن تردي الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي قاد إلى احتجاجات واسعة باتت تهدد بقاء المنظومة التي أفرزتها العملية السياسية لما بعد الغزو عام 2003، الأمر الذي قد يشجع على تحميله المسؤولية وجعله كبش الفداء لإنقاذ العملية السياسية ككل، وفقا لتقرير نشرته صحيفة العرب اللندنية. اعترفت المرجعية بمشروعية المطالب المرفوعة في الشارع وحثت على التعاطي معها بإيجابية وسرعة، فإن الأحزاب الدينية الشيعية والإعلام الموالي لإيران يستمران في اتهام إسرائيل والولايات المتحدة بتحريك هذه الاحتجاجات، وأن المتظاهرين ينفذون مؤامرة خارجية تحت عنوان المطالب المشروعة. ويقول المتظاهرون إن على الحكومة التي تحدثت عن مندسين يحرفون مسار الاحتجاج أن تتولى تنظيف صفوف قوات مكافحة الشغب من المندسين، مؤكدين أن المندسين الحقيقيين موجودون داخل أجهزة الأمن وأنهم يحاولون جر المتظاهرين إلى العنف من خلال الاعتداء عليهم واستخدام العنف المفرط والرصاص الحي ضدهم. وفي ظل تقاذف غير مباشر للمسؤولية بين الحكومة والبرلمان، فإن الاحتجاجات قد تقود إلى هزة عنيفة، إما إسقاط الحكومة التي عجزت خلال عام من توليها عن تجاوز مرحلة إبداء حسن النوايا، وإما إسقاط البرلمان برمته. ويعتقد مراقبون عراقيون أن سقوط البرلمان سيفتح الباب على تداعيات كبيرة، لكن سقوط الحكومة يمكن معالجته بحكومة أخرى جديدة عبر المحاصصة. وإذا اتسع نطاق الاحتجاجات فليس من الواضح ما هي الخيارات التي تملكها الحكومة، ولم يذكر شيء حتى الآن عن تعديلات وزارية أو استقالات. العراقيون يثورون دافعين مرحلة ما بعد نظام صدام حسين إلى شفير الانهيار، يقول الكاتب باتريك كوبرن في صحيفة الاندبندنت العربية: لقد أقنع الخوف من داعش والقاعدة العراقيين في السابق بوضع تحفظاتهم تجاه الحكومة جانبا، لكنهم ما عادوا الآن خائفين على عوائلهم، إذ لا يمكن تجاهل الفساد الجماعي وغياب الخدمات الأولية في العراق. يعرف كل العراقيين أن البلد يمتلك ثروة نفطية هائلة تدر عليه شهرياً 6,500,000,000 دولار، لكنهم يعانون من بطالة واسعة النطاق
وشح الكهرباء وتفشي الفساد وأنظمة صحية وتعليمية ضعيفة المستوى. وهم يعرفون أن مسؤولين حكوميين حققوا ثروات هائلة عن طريق الاستيلاء على أموال مشاريع لم تكتمل أبدا، وأحيانا لم يباشر العمل فيها أبدا، ولسنوات كثيرة استوردت حتى أجهزة استكشاف القنابل التي كانت غير فعالة على الإطلاق في الكشف عن المتفجرات مقابل عشرات آلاف الدولارات للجهاز الواحد، على الرغم من أن كلفتها لا تزيد عن دولارات قليلة. إنه هذا الشعور بالضيم الذي بدأ الآن بالانفجار، وما لم تتمكن الحكومة من السيطرة على الأمور خلال الأيام القليلة المقبلة فيرجح ألا تدوم طويلاً. وإحدى نقاط قوة الحركة الاحتجاجية هي أنها من دون زعماء وتكاد تكون عفوية تماماً، بل هي عفوية مع تنوع واسع في الشعارات، لكن هذا يعني أن الحكومة لن تجد من تفاوضه في وقت لا تبذل جهداً كبيراً من أجل التفاوض والخروج من الأزمة. ويقول كثير من العراقيين إن الأمور لا يمكن أن تصل إلى أسوأ مما هي عليه الآن، وهم على استعداد للقفز في المجهول والغضب العارم ضد السرقة الجماعية الحكومية لموارد العراق، كان موجوداً منذ عام 2003، لكن الأغلبية الشيعية كانت تقتنع عادة بما يقوله زعماؤها السياسيون، أما الآن فقد ثاروا ضدهم. نشر صحيفة القدس العربي في افتتاحيتها مقالاً جاء فيه: تابعت الجماهير العراقية ضد المنظومة الحاكمة انتفاضتها يوم الجمعة الماضي، رغم مواجهتها بحجم هائل من القمع الوحشي أدى إلى مقتل العشرات وجرح أكثر من 1000. ولا توجد أرقام موثقة لعدد المعتقلين والمختطفين، لكن مصادر متقاربة تقدر عددهم بالمئات. كشفت الانتفاضة وردود الفعل السياسي الباهت عليها انفصالاً للأجسام السياسية الموجودة عن الجماهير التي تدعي تمثيلها، بل أظهرت بوضوح أن الميليشيات الطائفية المسلحة الحكام الحقيقيون للبلاد، فقد أظهر انفلاتهم الوحشي ضد المتظاهرين الفاصل السميك الذي يفصلهم عن جمهور المنتفضين، وكون الطبقة السياسية الموجودة هي الماكياج الضروري لتسيير مصالحهم، وأنه عندما تتهدد هذه المصالح فإن هذه الميليشيات لا تقوم بسحق المنتفضين فحسب، بل هي على استعداد تام لمعاقبة أي طرف في السلطة لا يأتمر بأوامرها. فحسب وسائل إعلام عراقية وعربية، فإن الأوامر بالقمع الآتية من مكتب عبد المهدي الذي يديره مسؤول قيادي في إحدى تلك الميليشيات، أما في الشارع فقد طاول رصاص هذه الفصائل المسلحة رجال الأمن الذين رفضوا إطلاق النار على المتظاهرين، وهناك أنباء عن استخدام للكمائن وأسلحة القنص واقتحام للمشافي والاعتداء على جرحى الانتفاضة وقتل بعضهم. إضافة إلى العنف الأعمى المستخدم، فإن الميليشيات والأجهزة الأمنية والسلطوية المحسوبة عليها تقوم فعلاً بدس عناصر للاعتداء على بعض عناصر الشرطة وإحراق بعض المباني الحكومية ودفع الاحتجاجات السلمية إلى فوضى محسوبة وعنف يتم الرد عليه بعنف أكبر، وهو تكنيك معروف لكسر الثورات. لقد حاولت المنظومة الحاكمة معرفة أسماء من يقودون هذه الاحتجاجات واكتشفت ألا قيادات لها، وهو ما يفضح الكلام عن تسييس الانتفاضة أو قيادتها من الخارج، لكنه من جهة أخرى يحد من قدرات هذه الانتفاضة على الارتقاء وتحديد مطالب سياسية واضحة للضغط على المنظومة الحاكمة. تتفاعل الأحداث الميدانية في العراق وتتصاعد وتيرة التظاهرات الشعبية العارمة التي شكلت روح وضمير الشعب العراقي، واتحدت جميع مكوناته وأصبحت أداة قوية راسخة ضد الظلم والتعسف الاجتماعي، رافضة العملية السياسية في العراق. مقال عن انتفاضة تشرين نشرته صحيفة البصائر العراقية. جاءت صيحات المتظاهرين والمنتفضين من الشباب الواعي المدرك المتلاحم مع كافة فئات الشعب المكافح الرافض
للذل والخنوع والعبودية، وسعى بمواجهة حقيقية ميدانية تصدت لها صدور وأجسام المتظاهرين الأشاوس الذين شكلوا مشاعل للحرية ووقوداً لنيل الكرامة واسترداد عزة وعنفوان العراق، عندما تحدوا بكل عزيمة وإصرار العنف والتعسف الممنهج والرد القاسي الغاشم من قبل القوات الحكومية التي ساهمت في التصدي للجموع الحاشدة من المواطنين الشجعان الأبطال الذين خرجوا مطالبين بحقوقهم والحفاظ على ثروات بلدهم والمنادات بالاستقلال السياسي الذي أصبح بيد الاحتلال الأمريكي والنفوذ الإيراني، داعين للانعتاق من الظلم والتعسف والاضطهاد اليومي، رافضين الوجود الميليشياوي للجماعات المسلحة الولائية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس، الداعمين للمشروع السياسي الإيراني في العراق. تميزت الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في ميادين وساحات وأزقة ومحلات مدينة بغداد والمدن العراقية الأخرى بعدة صفات، أهمها إنها جاءت من رحم الشعب العراقي ومعبرة عن حقيقة الغضب العراقي من العملية السياسية برمتها والمواقف اليومية لحكومة بغداد. جاءت رسالة عادل عبد المهدي التي ألقاها فجر يوم الرابع من تشرين الأول عام 2019 لتؤكد عدم فهم وإدراك حقيقة المشهد السياسي، ولتبين عمق الابتعاد عن حقيقة مكابدة ومظلومية الشعب العراقي، واحتوت على عبارات مستفزة وفضفاضة لا تحمل حلولا جذرية، بل سعت إلى مقترحات ترقيعية ولكنها لم تنطلي على الجماهير المنتفضة. عن الانتفاضة أيضا وعن ميزاتها، كتب الصحيفة العربية الجديد تقريرا حول أهم ما يميز الانتفاضة وشبابها وأبرز صورها التي تناقلتها وسائل الإعلام. منذ عام 2011 مثلت بغداد منطلقا للحركات الاحتجاجية في العراق، حين كان صحفيو وكتاب ومدنيو العاصمة ينظمون تظاهرات أظهرت الوعي المبكر لبقية الشعب، وطالبت رئيس الحكومة آنذاك نور المالكي بالتنحي عن السلطة وتأسيس دولة مدنية توفر للعراقيين حقوقهم، ولكن تم قمعها وقتل أبرز قادتها مثل صحفي هادي المهدي، وعقبتها تظاهرات في ساحة التحرير، ولكنها كانت أكثر حذراً وأقل عدداً حتى عام 2015 التي ازداد فيها عدد العلمانيين في العاصمة العراقية. ولعل أهم ما يميز التظاهرات الجارية حاليا في بغداد والمدن الجنوبية أنه لا توجد لها قيادة، لأنه في الأعوام السابقة كانت التظاهرات واضحة تقودها تنسيقيات بعناوين صريحة مثل الحزب الشيوعي أو التيار المدني أو التيار الصدري، فيما حركة الاحتجاجات الحالية بلا قيادة أو خطة مسبقة للتظاهر تأتي عفوية بلا مكان أو زمان محددين. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
نلقاكم بإذن الله.